ما هي آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آيات النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى المعجزات كثيرة جدا، منها القرآن ربنا تحدى به، والفصحى ما يقدروا يجيبوا زيه، عرفتها؟ من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله له، من آيات انشقاق القمر، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده عليه الصلاة والسلام، من الآيات أن يسلم عليه الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. واحد من الصحابة لعل ابن عباس أو علي قال مشيت للحجر عشان يسلم علي، قلبته ما سلم عليه، تلا السلام عليكم ما سلم عليه. فدي معجزات، دي كلها آيات. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يده في الموية وبرك فيها، شرب منها الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق جاءوا جابر صنع له غنماية، ذات غنماية تعبانة وعندهم باقي دقيق، النبي صلى الله عليه وسلم قام مرت جابر قالت له بالله نادي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه واحد ولا اثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه جابر قال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى الطعام وقالت له ولا تدعو معهم إلا واحد أو اثنين. قال فدخلني هم شديد، وامرأته قالت فعل الله بك وفعل، رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تغلوا القدر واللحم والحاجات زي دي خلوني أجيكم. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في القدر وقال لهم يلا الخبز أخبزوا، وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في الخبز يخبزوا 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 لغاية ما كف الجيش كله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أبو هريرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل الصفة، أبو هريرة قال كنت جعان جوع شديد رضي الله عنه، قال قعدت في الشارع عشان زول يعزمني. شوف الصحابة ديل في شأن الدين، شأن الدين يجي البرع يلعب بهم، ما بنخليهم أصلا ما نخليهم. قالوا وقفت في الشارع جاء أبو بكر سألت عن آية، قالوا أنا أعرف بمعناه بس عشان يقول لي كده قبل أوريك راح البيت. فأخبرني ثم ذهب، ثم جاء عمر فسألته فأخبرني فذهب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من حاله من شكله إنه أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما لاقي طعام ودار يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقوا معه ومشى الحجرات تحت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عندكم طعام؟ قال والله ما عندنا إلا لبن أهدته فلانة من الأنصار. أبو هريرة قال أو قدح لبن، قال لو حأشبع في الأيامات دي حأشبع اليوم ده بس. قال لما خلاص أنا دار أشرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة اذهب فادعوا أهل الصفة. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام 80 رجلا، في قدح بس 80 نفر. قال فدخلني غم وقلت وما يفعل اللبن في أهل الصفة، ولكن لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد. فدعا أهل الصفة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في اللبن فشربوا كلهم، وأبو هريرة بوزع لهم. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبو هريرة فقال بقيت أنا وأنت. أبو هريرة تبسم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب، قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. قلت مليت تب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة فشرب منه. شوف الكلام ده كيف، فدي معجزات كثيرة. شوف ما في شيخ طريقة بسوي الحاجات دي، يقول لك يا سلام يا انتوا الحاجات دي داسينا من وين ما تمرقوها عشان نمشي للشيوخ ديل، نمرقها وين؟ في انا اكل لي حاجة بزغ فيها البرعي ما بجيني تيبي، انت موهوم ولا شنو؟ اوعك تدقس، اوعى يقول لك يا سلام. ولسه في احاديث كثيرة العلماء قالوا فيها مؤلفات، البيهقي عنده كتاب اسمه دلائل النبوة، فهمت؟ حاجات كثيرة لو دار اذكرها لك المغام ما بيتسع. ها النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعرق أم سليم كان بتجي تشيل العرق وتقول يا رسول، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير العرق فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا. قلت له العرق بتاعك ده نحن بنخلي الريحة بتاعتنا ذات سمح، عرفتها؟ تجي أوعك تمشي تتمردغ للشيخ، تتوضى بموية الوضو، تشرب موية الوضو وتتبرك، فهمت؟ والشيخ يجيب زغليك وتجي تاكل والشيخ فيه بركة، ما فيه أي بركة، الشيخ مجرم والله. أو عبت يغشك أو يديك تراب أو غيره، ما يغشك ما يلعب به. فما الشغل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك إنه الصحابة ما تبركوا بأبو بكر الصديق ولا بعمر بن الخطاب،
ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عنهم أجمعين، ما تبركوا بهم. لو كان بيجوز أصلا التبرك بالطريقة دي كان يتبركوا بالصحابة أفضل الأمة. برعي بيساوي عندهم حاجة؟ ما بيساوي عندهم حاجة. ولذلك يا أخوانا الإنسان ما يكون وشو الجماعة دي. طيب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.